نبقى بهيدي الفقرة، وهلأ صار وقت ينضم لنا نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. صباح الخير أستاذ نبيل، أكيد لكن صار جاهز معنا ومثل كل يوم حصيلة العمليات والمهمات اللي بيقوموا فيها. صباح بونجور. الخير، يعطيكم العافية. بونجور، كل عيد وأنتم بخير، يعطيكم أنتم ألف عافية. ميرسي، الله يعافيك، إن شاء الله دايما نضلكم بالصحة. نحن كمان وأنتم أيضا بنتمنى لكم كل الصحة. ميرسي لك. تفضل، شو بالنسبة عنا؟ بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 6 مهمات لإطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية. كانت متوزعة بحرائق منازل، مستودع، سيارات وكهرباء. كمان كان عندنا 20 مهمة للإسعاف. كمان في حوادث للسير، نقل حالات طارئة ونقل للمرضى، و3 مهمات للسلامة العامة. يعني كان مجموعا 29 مهمة خلال ال 24 ساعة يلي مرقت. وبذكر برقم الطوارئ 125 للدفاع المدني، دائما موجود لتلقي اي طلب للمساعدة. مثل عادي بنقول ان شاء الله ما حدا يعوزه، إن شاء الله. وشكرا لكم. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية نبيل صلحاني وكل عناصر الدفاع المدني.